السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم عصير الجوافة بقوام كريمي وبطعم مميز جدا. ولمعرفة طريقة عمل عصير الجوافة تابعوا خطوات العمل. ولعمل عصير الجوافة بنحتاج فاكهة الجوافة اللون الأبيض والأحمر 800 جرام، ما يعادل كيلو إلا ربع تقريبا. وعلى بال ما نقطع الجوافة بذكر لكم بعض من فوائد الجوافة. طبعا الجوافة مصدر غني جدا بالألياف والفيتامينات، من بينها الكالسيوم والنحاس وحمض الفوليك والحديد وغيرها من الفيتامينات المفيدة جدا للجسم. ومش كذا وبس، فالجوافة فيها من فيتامين سي ما يعادل 4 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، لذلك فالجوافة مفيدة جدا لنزلات البرد. وبعد ما خلصنا تقطيع الجوافة بنحط الجوافة في الخلاط، وبنحط على الجوافة كوب حليب بودرة وأربع ملاعق كبيرة سكر، ممكن تستبدلوا السكر بالعسل الأبيض، واثنين ملاعق كبيرة كريم شانتيه. الكريم شانتيه بيعطي قوام كريمي حلو للعصير وكمان طعم لذيذ جدا. وبحط كمان كوب ثلج، وبنضيف كمان على الثلج 800 ملي ماء بدرجة حرارة المطبخ، وبنغطي الخلاط وبنخلط تمام لمدة دقيقتين. وبعد ما صار العصير جاهز بنصفي العصير من الحبيبات يلي فيه. وكذا صار عصير الجوافة جاهز، قوام كريمي وطعم رائع جدا. أتمنى تجربوه لأنه فعلا يستحق التجربة. في أمان الله.